السلام عليكم ورحمة الله أحبتي مشاهدي قناة وار سبورت أينما كنتم. نلتقيكم اليوم في أولى حلقات برنامج من قلب آسيا وتحديدا من أستراليا. إذن هذه أو هذا البلد الجميل الذي يتعدد بجميع المكونات الاجتماعية الذي تعيش على أرضه أو التي تعيش على أرضه. أستراليا بلد جميل، بلد غني بثرواته الطبيعية، بلد جميل بسكانه بتعاملهم الجيد. اليوم احنا متواجدين في مدينة اسمها مدينة فيرفولد اللي تقطنها غالبية من الجالية العراقية اللي موجودين. اليوم راح نتجول هنا. أنا خلال تجوالي قبل بداية البرنامج شاهدت العديد من المحلات، القطع باللغة العربية اللي موجودة هي تابعة لعراقيين، مجموعة من العراقيين اللي ساكنين، قلت لكم اللي ساكنين هنا سواء سكنوا قبل 10 سنوات أو قبل 3 سنوات أو 4، عندهم مشاريع هنا استثمارية. مثل ما جان شاهد أنه هو هذا الشارع، الشارع الرئيسي أو شارع السوق اللي هم موجودين به، يعني دائما وين ما تمشي تلقى أنه ناس تتكلم اللغة العربية، ناس تتكلم اللغة السريانية، ناس تتكلم اللغة الكردية أيضا، يعني موجودين كثير من مكونات الشعب العراقي موجودة في هذا الشارع تحديدا. من بداية الشارع من البداية إلى النهاية كل مطاعم، محلات، أسواق، ماركتات، يعني الكل موجودين هناك. وأغلب الناس اللي شاهدناهم هم من بغداد، من البصرة، من الديوانية، من النجف، من دهوك، من أربيل، من سليمانية، يعني أغلب اللي متواجدين هنا جان شاهدهم من مختلف المحافظات العراقية. يعني حتى من جات يعني مجان نمشي بالشارع جان شاهد ريحة الأكل العراقي موجودة أيضا، مطاعم عراقية موجودة. يعني صدفت أنه أكلت اليوم من الصبح أنه باقلة بالدهن، حتى باستراليا موجودة باقلة بالدهن، فلا تتوقع يعني لا تستغربون أي شيء موجود هنا. فإن شاء الله بعد الفاصل راح يرافقني الكابتن طارق، هو مدرب الجالية العراقية، مدرب منتخب الجالية العراقية في استراليا، راح يرافقني في التعرف على أجواء هذه المدينة وأيضا التعرف على بعض العراقيين. من خلال تجوالي أيضا شاهدت العديد من الناس اللي كانوا يلعبون كرة قدم، يعني لاعبين سابقين كانوا أيام الثلاثينات، أيام الأربعينات، أيام الخمسينات موجودين هنا أيضا، فراح نتعرف عليهم. ابقوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. إذن مشاهدينا رجعناكم بعد هذا الفاصل القصير، معي مدرب منتخب الجالية العراقية الكابتن طارق اللي هو ساكن طبعا في فيرفولد في استراليا قبل 20 سنة. مو نعم. كابتن نعم كابتن هلا وسهلا بك من خلال قناة وار الرياضية. اليوم احنا متواجدين في فيرفولد، مثل مجان شاهد يعني الجمهور العراقي كثير هنا وايضا جاي يستعدون حتى للمباريات المنتخب. نعم. كابتن عرفنا على حضرتك بالبدايه وبعدها راح نتكلم اكثر عن الجاليه العراقيه. كابتن طارق بني من سيدني استراليا، مدرب الجاليه العراقيه في سيدني، صار لي اكثر من 12 سنه مدرب جاليه، ويعني عندي هم متعهد حفلات، انا هم اجيب مطربين وهاي، وعندي اعمال ثانويه هم بعد اخرى، يعني مثل اجيب بضاعه ما بضاعه من خارج القطر. وهاي يا قطر استراليا قصدك، يعني خارج استراليا. العفو، انت بعدك على اجواء العراق. بعدنا على العراق. زين تحل العراق كابتن؟ طبعا انا هسه قبل 20 يوم جيت من العراق. قبل 20 يوم. اي نعم. طيب كابتن هنا نقدر نتجول وياك شويه، احنا نتجول، عرفنا على بعض العراقيين اللي متواجدين هنا. يعني احنا جاي نشاهد انه اكو محلات، اكو مطاعم، اكو اصحاب مهن عراقيه. احنا سوين، اشرح لي على هذا الشارع. سنتر هنا هذا اسمه وير ستريت. اي وهذا هنا المركز، هنا التسوق هم اسمه بانجلي. عندك هنا استاد هذا بالرياضه، مسؤول الرياضه هنا جاليه همينه ابو كالفين، تقدر تسوون لقاء وياه همينه. السلام عليكم. السلام. شلونك؟ شلونك؟ راح اتكلم وياه باللغه بالسريانيه ام العربيه؟ عربي تحكي عربي؟ يلا اوكي، انا اذا قلت اذا بالسريانيه حتى احكي وياك واترجم. عرفنا بحضرتك بالبدايه وحتى يعرف الجمهور العراقي اللي جاي شاهدنا الان، متواجدين في استراليا، احتشادك وشو تقول؟ طبعا اهلا وسهلا بكلكم، بيكم وبالفريق وبكل الوفد الجاي. طبعا احنا احد العراقيين القدامى اللاعبين بالعراق، احنا اللاعبين الوعي القدامى احنا، يعني انا كريم جاسم شكر كانوا يسموني كمو. اي طيب انت كنت تلعب في العراق، يعني لاعب سابق دوري ممتاز، لاعب تقريبا سنة. من ال
68 الى 75. ما شاء الله. شو وقت يعني سافرت خارج العراق وجيت هنا؟ أنا صار لي تقريبا 19 سنة هنا. 19 سنة هنا. هنا شلون تعيش؟ شلون تقضي أغلب وقت فراغك؟ يعني كان شاهد إنه هذا شارع كثير عراقيين بيه. شيء واحد أقول أنا، إحنا لحد الآن فكرنا هناك بالعراق. لحد الآن قد ما نعيش هنا، بس إحنا فكرنا وعقلنا كله هناك. فكيف اذا فريق العراقي يجي لهنا شلون نصير؟ طبعا هو فريقنا، يعني تدعمون المنتخب يعني بالروح؟ روحنا طبعا ندعمهم، شلون لا. جميل. كابتن احنا نشكرك شكر جزيل وشرفتنا بهذا اللقاء القصير والممتع معك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بكم. هنا هذا الشارع. طيب قبل لا انتقل للمجموعه هاي اللي موجودين، هذا الشارع يعني انا شهادت قلت لك شهادت اغلب بي عراقيين، يعني اول ما اجوا الجاليه العراقيه سكنت في استراليا هم موجودين هنا؟ لا، كان المنطقه الثانيه كانوا كلهم اكثر شيء برايت، بعدين يعني صارت كنيسه هنا الصراحه المسيحيين العراق يعني اكثر شيء، وجو يسكنوا بهاي المنطقه لان قريبين على الكنيسه اكثر شيء، وجو كل اكثر الناس قاموا يجون هنا يتوافدون يعني من اللاجئين يتقبلون هاي المنطقه اكثر من اكثر من يعني جاي. اكو عرب، اي اكو كل الطائف، كل شيء. اكو جامع هنا هم نفس الوقت، اكو كل شيء اكو هنا موجود. يعني مثل عراقيه منطقه عراقيه سميها كانه باب الشرجي. باب الشرجي مال اي، كل شيء موجود بها يعني، كل شيء موجود. كل شيء يعني ايش تريدون انتم هنا موجودين؟ كل شيء موجود، اي شيء تحتاجه انت موجود، يعني كانه انت عايش بالعراق، اجواء عراقيه اكثر. هنا مباريات المنتخب شلون يتابعوها؟ انا اريد اسال من حضرتك، يعني احنا شاهدنا الجمهور العراقي يعني المباراه شاهدنا انه جمهور الجاليه العراقي تحضر مباريات المنتخب، لكن هنا كيف اللي ما يقدر يحضر المباراه؟ كيف هي الاجواء؟ كيف يشاهدون المباريات؟ والله اكو قنوات هم، يعني اكو ناس مثلا ما عندها امكانيه اللي تروح تحضر المباراه، يعني ست تعرف انت المباراه اكثرتها خارج سيدني، يعني 11 ساعه تقريبا من هنا بالسياره، يعني اكثريه الناس ما عندها خطيه، يعني اللي هو المفروض السفاره العراقيه المفروض كانت تهيئ هاي الشغلات للناس اللي تريد تروح مثلا. يعني قصدك انه السفاره تهيئ باصات نقل، تذاكر طيران، تكتات دخول المباريات؟ هسه مو طيران، مريض طيران، بس كانه باصات يعني يسوون للناس على مود يروحون ويجون، يعني بس على مود هاي الشيء. المفروض هاي الشغلات كانت تتحضر من زمان يعني. اوكي ان شاء الله. انا هسه اريد تشرح لي، انه هسه اكو قلت لي اكو هنا محلات عراقيه، مطاعم عراقيه، خلينا نتمشى شوي انا وياك وقول لي، قول لي اكو هنا هنا الولد هم رياضيين هم، اذا تريد تحكي وياهم. السلام عليكم، وانا اتعرف فيك. شلونك؟ شلون صحتك؟ والله زين. شلون صحه؟ ايش فيك؟ شو انت اجيت هيك قبل وهاي؟ اولا خل اوقف سمو، احنا سعوف المنتخب، انت صار لك ايش قد هنا؟ انا صار لي 5 سنوات هنا باستراليا. سنوات وين كنت قاعد؟ كنت ساكن بنيوزيلاند اوكلاند. اي وجد الاستراليا. وبالعراق وين كنت ساكن؟ بغداد بالدوره. حي الاثورين. حي الاثورين قبل 20 سنه. يعني ناظم شاكر كان هو من حي الاثورين موجودين. كنا نعرفه ناظم شاكر. شو تقول له؟ وبيتنا من بيت واثق اسود كان. شو تقول لهم كابتن واثق اسود وناظم شاكر؟ والله منتخبنا هسه يعني على المنتخب. انا جاي اقول لك سلم لي عليهم، انا عوف المنتخب. اول شيء جاي اسوي طبعا ناظم شاكر يعني لاعب منتخب العراقي وكان زين يلعب، وواثق اسود نفس الشيء، وعندك هم نغبه وياهم كانوا باسل جورجي، سعد قيس، ليت حسين، طبعا ما حد يوصلهم. احنا نشكرك، ما تعرفنا باسمك. ستيوارت اوي شيء. ستيوارت، شكرا حبيبي ستيوارت، ممنون، مع السلامه. اوكي كابتن، هنا هسه قلت قبل اشوف الجماعه هنا هم، انا قلت لي قهوه الرياضيين هم هذول اكثريتهم القدامى. اي الرياضيين القدامى. وهم انت مثل ما يقول لك ما عندهم مكان يروحون، يجون يلعبون هنا يتسلون. يتسلون كبار بالعمر. كبار بالعمر. طيب من هنا وين تروح اذا هذا الشارع اذا طلعنا به وبعدين نرجع لهم احنا؟ هذا من اكو محلات هنا من مثل كافتريات، ما كافتريات تقدر حلو. اكو مطعم الضيافه العراقيه همينه موجود. نعم نوقف هنا كابتن شويه. اي هنا زين، هذا منين يطلع الشارع من هنا؟ اكو هذا محلات، هذا همين كلهم اكثر شيء محلات العراقيه. شوف هسه ذولاك هناك الموجودين اكثريتهم عراقيين اللي قاعدين، تقدر تسوي لقاءات من وياهم. شهدت هنا الاعلام العراقيه يعني قبل البطوله، جاي اشوف انه استعدادات تحضيرات جمهور عراقي جاي يستعد. الصراحه يعني انا واحد من الناس، انا جبت يعني بضاعه من العراق يعني دريسات من اعلام، يعني ما ظل عندي يمكن 3-4 ما ظل من عندي، كل انباع الحمد لله والشكر. يعني اكو اقبال يعني على شراء هالشيء كلش يعني. لا اقول لك انا هسه كنت المفروض احضر على بريسبن، ما عندي ولا دريس حاليا، يعني كنت رايح العراق بس اجيب البضاعه هاي. الحمد لله يعني انت شفت يمكن حضرت هناك ببولنغون،
اكثر الناس اخذوا كل الريسات يعني انباعت. زين انت هنا هسه من جاي تروح وتجي، هذا حبك للعراق، حبك للبلد. انت صار لك ايش قد عايش هنا؟ انا صار لي 20 سنه هنا. 20 سنه؟ نعم. يعني وقلت قبل 20 يوم همينه اجيت من قبل 20 يوم اجيت من العراق. شلون شفت العراق؟ والله بغداد حلوه، ما شفت شيء بيها مو رغم كل شيء انا شفته، بالعكس انا ارتاحت اكثر هناك. لك نيه ترجع ان شاء الله ولو انت اخذت جنسيه؟ وبعد ما اقول لك هاي الشغله انا ما مفكر بهاي الشغله، لانه صراحه عندي هنا أنا عائله وهاي ما تقدر تعوف يعني، هم تعلموا هنا يعني بعد تربوا هنا بعد يعني. لكن تبقى روحك عراقيه، تبقى انه انت دائما يعني دائما يعني اكثر الشغلات اللي تصير والله اول واحد انا مساند يعني بكل شيء ويا العراق يعني، اي شغله تصير انا اتاذى من ذاتي اتاذى مع. طيب هنا سولف العراقيين شلون عايشين يعني، انه جاي نشوف احنا عراقيين اكو يعني موجودين يشتغلون، عندهم اصحاب محلات اصحاب مطاعم، شلون هنا العراقيين شلون هم يعني احشي لي امورهم الحياتيه؟ الصراحه يعني اكو هواي ناس عراقيين واصلين الحمد لله يعني عندهم يسوون فشي هنا ان شاء الله يعني فت 10 سنين ان شاء الله اللوخ يعني يصير فشي لهم يعني اسم يعني بالبلد ان شاء الله. طيب اكو مساعده، واحد يساعد الاخ هنا؟ طبعا اكو، اذا صارت شغله اي لا طبعا، اذا مثلا واحد هذا واحد مرض او هاي اي لا هواي يوقفون الصراحه يعني. اكثر الناس هسه مثل صير حادث وفاه او فشي الناس تتبرع يعني تعطي شو اسمه لاهل المتوفي او مرض او اي شيء، ناس تعطي والله. ماشي طيب انا خلي نرجع للجماعه هنا. هنا جاي نشوف ناس من تعرف هنا من ذول؟ هاي شنو هنا يعني؟ هاي قاعده بس يلعبون هنا، دائما يجون يلعبون ورق ويلعبون دومنا ويلعبون يعني يقضون وقت تسليه مالتهم، يسلون هنا يعني الناس خطيه ما عندهم مكان يروحون، وين يروحون؟ فهي الحكومه هاي ببلاش، هنا يعني لانه عاطلين عن العمل وين يروحون؟ فيقعدون هنا بهذا المكان. تعال يمي كابتن، السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك، اعرف بحضرتك. انا من العراق طبعا، صار لي هنا باستراليا 22 سنه. ما شاء الله. اي ما شاء الله. اي نعم، بس يعني انا اتابع يعني مباراه العراق بالانترنت طبعا، لان يعني تحديدا يا سنه طلعت؟ بال 93 طلع من العراق، بس 93 وصلت هنا. نعم. طيب انا هسه جاي اشوف فيرفولد انه كل اغلبيتها عراقيه واغلب مطاعمها هنا عراقيين، شلون عايشين هنا يعني؟ اكثر جاليه هي العراقيه هنا. طبعا احنا عايشين هنا بسلام وبهدوء، ونشكر الحكومه الاستراليه اللي موفرتنا كل شيء هنا طبعا. اي ومتونسين هنا. راح تتابع المنتخب؟ راح تآزره حضور المباريات؟ طبعا اتابع، رغم انه صار لك 22 سنه، لكن من يلعب المنتخب العراقي تروح تشوفه ان شاء الله. اذا سنحتنا يعني الفرصه نقدر تقدر تروح. طيب هنا اكثركم يعني عندكم اشغال وهاي، فما يعطوكم اجايز مثل قصدك؟ اي طبعا نقدر ناخذ اجايز، وناخذ لنا يوم يومين اجازه ونقدر نروح نشوف اللعبه. بس المباريات بعيده راح تصير؟ هي هاي عندنا المشكله يعني، عندنا ساعه هي بالطياره لبريسبن. انا ما ادري يعني المنتخب العراقي ليش سوى يعني المباريات يعني المنتخب العراقي بعيده، ليش مو بسدني يعني؟ احنا عندنا جاليه كثيره هنا. اي بس سووها ببريسبن، عندنا ساعه بالطياره، وسووها بكامبرا. كامبرا يعني 3 ساعات مو مشكله. بس هذيك بالسياره ايش قد تبعد اذا بالسياره ببريسبن؟ 14 13 تقريبا 10 ساعات. 10؟ نعم نعم نعم. اي نعم. فهي الا بالطياره تروح لها؟ طبعا. هي الواحد يتعب بالسياره. اي يعني نوصل تعب يعني. بعدكم هنا امنت يعني الاكل العراقي؟ انا من جاي اتمشى شفت بالشارع انه اكو مطاعم عراقيه نفس الاكل. عندنا مطاعم هنا عراقيه كلش طيبه، عندنا ضيافه، وعندنا مطعم الاخ هنا، عندنا هوايه مطاعم عندنا هنا. اي كلش زين. اي طيبه. احنا نشكرك. شكرا. وان شاء الله شو اقول لك؟ ان شاء الله تحضر المباريات؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ما ادري وين راح ينقلوها يعني، لازم نشوفها بوين؟ بالانترنت يعني ما شويه صعب. يعني حتى اذا ما تروح، حتى عندك مشكله انه بالمشاهده. طبعا يعني من ينقلها يعني؟ اي نعم. اي شكرا. 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 مع السلامه. اذا مشاهدينا خلينا ناخذ فاصل، وبعدها راح نرجع نواصل وياكم جولتنا في مدينه فيرفولد. ابقوا وياك. كابتن هسه احنا سوينا لقاءات ويا جماعه، هسه هنا وين توديني؟ اكو مطعم هنا، مطعم عراقي من تقدر تمشي عليه. زين انت معروف هنا ما شاء الله؟ الحمد لله. يعني عرفوك شنو العمده مالتهم؟ انت معروف على الجاليه يعني. زين هسه راح نعبر؟
شلون احنا هسه لازم نوقف لانه تعرف انت منطقه العبور الا من مناطق العبور. طيب اشو يلا لازم نمشي من زين هسه وين راح تودينا؟ هذا المطعم العراقي. ومن انا شكو كابتن؟ من انا همين اكو هواي محلات عراقيه همين اذا تريد خلينا ندخل على المطعم. اي وبعدين نطلع من ماشي شو اسمه؟ ماشي الاكل العراقي كل شيء عندهم كل شيء شو تريد موجود عندهم. اذا تريدون راح تحبون نتغدى هسه نتغدى همين. ليش لا؟ بس هو يعني شوفوا هنا أنا. السلام عليكم. شلون الشباب؟ هذا مطعم عراقي. هم دول هم دول اللي قام مجالي هم دول. سلام عليكم. السلام عليكم. شلونكم؟ هنا انا هنا انا اي اهلا وسهلا. شلونك؟ شلون صحتك؟ احنا قناه وار الرياضيه من العراق جايين، فالكابتن طارق اليوم ويانا بمدينه فيرفولد، فقاعد يعرفنا على العراقيين اللي موجودين هنا وجاي يعرفنا انه اكو مطاعم عراقيه اكو محلات عراقيه. فاليوم هنا اكل عراقي عندكم؟ اي اكل عراقي. ها يعني شنو ايش عندكم هنا؟ قوزي على باميه، قوزي على بتن ايه. تبسي باذنجان ما شاء الله. هاي كل الاكل يعني كل الاكل العراقي عندكم؟ كل الاكلات. انتم تطبخون هنا؟ اي ايه. طيب واللحم والهاي انتم كلها تشترون؟ كلها احنا نشتري ونسوي. طيب كلهم هنا موجودين مو؟ اكل يوميه يعني اكلي تعرفه يوميه اكل خصيص يوميه. زين احنا ايش راح تغدونا اليوم؟ اللي تريده انت. ايش عندكم؟ عندنا قوزي على باميه على يابسه، تبسي باذنجان، كاري، سبيناغ. بعد شنو؟ مشاوي. مشاوي زين. عندكم كباب عراقي؟ كباب عراقي موجود. الكباب العراقي مليون مو 100%. شوفي دائما العراقي من يروح المكان دائما يبحث عن اكل العراقي، حتى لو يسافر خارج العراق لكن لا هو يبحث عن الاكل العراقي، الاكل العراقي بيطعم اكثر لانه ماكو اطيب من الاكل العراقي. ماكو اطيب. طيب هنا هو المطعم الك هذا؟ نعم. اني واخويا. زين صار لك ايش قد انت هنا مستقره باستراليا؟ 20 سنه. ما شاء الله 20. وين كنتي قبل بالعراق؟ بالعراق كنا بالنواب الضباط. طيب جيتي هنا فتحتوا المشروع قبل فتره وبعدين؟ لا فتره فترة من العراق سافرت على هولندا وبعدين جيت هنا. ليش جيت هنا استراليا اختاري؟ جيت هنا لانه استراليا كلش بلد جميل واحلى بلد بالعالم. وجالي عراقية اكثر. وهواية بجالي عراقية. زين مباريات المنتخب احنا بطولة امم اسيا تعرفين يعني الكل جاي يتابع. حضروها طبعا حضروها اخويا و ليش ما رحتي؟ انا كنت هنا بالشغل واللي مباريات البقية؟ والله اذا صار مجال ليش لا اروح. أي. عماد انت حضرتك هدير. هدير شلونك هدير؟ هلا حبيبي. شلون صحتك انت شقيق؟ همو صوتي شويه اليوم مضبط. شنو كنت مصيح لعبه مو صيحنا شويه ذاك اليوم باللعبه شويه صوتي طلق. انت صار لك ايش قد هنا؟ تقريبا 15 سنه. 15 سنه ما شاء الله. وين كنت؟ كنت بهولندا وبغداد. كنت بغداد بنواب الضباط. نواب الضباط هاي لمين نواب الضباط. طلعت من سنه 91 من العراق راحت لهولندا. تحل العراق؟ صار لك ايش قد مره؟ هاي من طلعت لي هسه ما رايح، صار لي 23 24 سنه ما رايح العراق. تتمنى تروح؟ ولو زياره؟ يا ريت يلا والله اتمنى اتمنى بس شويه. شتحن شتحن لبغداد يا مرة؟ والله منطقتي والاهل المنطقه كنا نلعب هناك طوبه يعني كره قدم شويه يعني وايد احن لهم، احن يعني الايام اللي كنا نلعب بها طوبه. احس غصك بداخلك ما اعرف. اي والله والله دائما يعني هم دائما اسال زوجتي اتمنى اتمنى اروح لبغداد هناك بس يعني حاليا الامور كلش صعبه يعني اتمنى الاوضاع تكون مثل قبل ونرجع يعني دائما بين فتره وفتره نزور العراق ولا هي المسافه بعيده والله احنا تعبنا يعني 14 ساعه بالطياره يعني متعب ترى الواحد يقعد 14 ساعه بالطياره ويجي. شوف هو مكان اذا تريد تروح له تحب تروح له لو مو 14 لو 40 ساعه يعني اذا تريد من تحب تروح المكان يعني تشتاق له ما تفكر مثل ما حبيت. انا مثلا اجينا هنا مع المنتخب احنا جايين بمهمه اجينا شفناكم وتعرفنا عليكم. ايه صحيح هو مثل ما قلت لك يعني الواحد مني يحب شيء يعني ما يدير باله قد ما يكون تكون مسافته. طيب انا اسالك سؤال هنا المنتخب جاي يلعب فانتم ملتهين بالشغل. انا عرفت هنا من خلال الجالي العراقي اللي موجود من خلال العراقيين اللي موجودين انه اكثركم يشتغل على عدد الساعات صح لولا وما يقدر ياخذ اجازه لازم يعوض. زين شو راح ترتبون شو راح تنسقون هذا العمل بين مباريات المنتخب وعملكم؟ والله هو هذا المحل محلي طبعا انا واختي زوجة اختي شركه ف ذاك اليوم يعني من لعبنا والله يعني طلعنا عبنا المحل قلت لها اختي يعني اروح تريدين تبقين ابقي يعني اروح يعني ما يعني عندك استعداد تعزل المحل؟ ايه يعني اعزل واروح يعني ما هي تريد تبقى زين تشتغل ما امين. زين يا اغنيه اكثر شيء هيك بقت ببالك لحد الان وترددها وانا ما اعتب عليك يعني ماكو اي اغنيه عراقيه
لا بالعكس عندنا خلي، بس تعرف مرات يعني يجون مو كلهم عراقيين، اكو مثل غربه اكو، نخلي اغاني عراقيه. عندنا كاظم الساهر وعندنا يعني اغاني هواي عراقيه. عندنا اخر اغنيه سمعتها وطلعت من العراق يا اخي هو شيء هو انا كاظم الساهر كان يعجبني هوايه، يعني اغاني عراقيه صراحه كلها. وهسه يعني كانت اكو اغاني عراقيه ما كنت اسمعها بالعراق هواي، بس هسه يعني دا اسمعها دا ذكر دا اقول شلون ما كنت اسمع الاغاني العراقيه. يعني واحد بالغربه دائما يعني يحن، فاي اغنيه عراقيه هسه من تطلع تكون حلوه راس يعني زين. اكو شغلات هنا هسه الكابتن طارق من جاي يفرنا هنا، مثل ما طلعنا وياه جوله في مدينه فيرفولد، جاي نشاهد انه جاليه عراقيه كبيره هنا يعني من مختلف الطوائف والقوميات. صحيح. هذا شيء حلو هنا. وقال لي انه اذا واحد مرض هنا ويحتاج مساعده العراقيين كلهم يوقفون. صحيح صحيح هالشيء هذا كله صحيح. يعني ما شاء الله احنا هنا الجاليه العراقيه يعني يوم عن يوم تزيد والحمد لله. يعني هسه انا هنا بمنطقه فيرفولد ما يعني احس نفسي بالعراق بغداد بجد، ما يعني ماكو محلات عربيه ومطاعم زين. انا راح ارجع وين؟ انا ما يخلص المنتخب ارجع. انا احب العراق، احنا كلنا نحب العراق، بس شنو هي ظروف تحكم؟ ظروف حكمتنا اجينا هنا يعني، ولا انا حتى بالعراق يعني كانت يعني اوضاعي كانت كلش ما حلوه، وهاي يعني ما كان اي شيء علي. بس شنو تعرف احنا يعني عشنا ايام لا كنا شايفين الخارج، يعني لا كنا طالعين يعني مثل واحد اعمى كان هناك، يعني كل شيء ما نعرف عن بلدان. طيب انا هسه جاي اقول هنا الست كنت بالمطبخ تشتغل، واكو اخت هناك جاي تضحك ما اعرف ايش بيها ليش ما اعرف. زين انت شنو كنت تسوي بالمطبخ؟ لا اسوي طرشي من هذا محشي. انتوا تسووه هنا؟ اي احنا نسويه. زين حتى كل يعني الشغلات انا تفاجئ ذاك اليوم انه عندكم بطنج وهاي السوالف كل شيء كل شيء نسويه كل اللي تجيبوه كلها محلات اكو عربيه هنا الحمد لله، يعني كل شيء عندهم كل شيء، حتى الشاي مالتنا على السماور نسويه. حلو غدا حلو. ايش راح تغدونا اليوم؟ والله شو تريد؟ عندنا برياني شوف الكابتن طارق شو راح تتغدى الكابتن؟ هو اكيد ياكل لو تكه لا دجاج لو سمك. لو سمك ايه. سمك عندكم مسقوف هنا؟ مسقوف نسويه على الاوردر، يعني مثل اربعه خمسه يجون يريدون سمكه كبيره يسوون اوردر قبل يوم نحضر له اياهم نسويها. بس عندنا ايه ما عندكم فرن وشغلات؟ لا عندنا نقدر نسوي، لا حوض وهاي الشغلات مو مثل ابو نواس. ايه. بس عندنا يعني نقدر نسويها عندنا بالفرن، بس نسوي سمك جريل بالهذا يعني على الجرير نسوي سمك عندنا هذا موجود ده. طيب احنا راح نعوفك هسه تشتغل شويه وبعدها راح ناكل شويه نشوفك كلكم يعني ان شاء الله. احنا فرصه سعيده التقينا بيكم التقينا بالاخوه همينه وبالاخوه ان شاء الله. فشكرا لك وسهلا. شكرا لك شكرا لك استاذ هدير. نتمنى لكم موفقيه ظل النجاح معاكم ان شاء الله. زور العراق باقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى وان شاء الله الله يحفظ العراق. عندنا قرايب بدهوك بمكان بالقوش؟ عندنا قرايب بالقوش وبغداد اصدقاء. اي القوش ماكو شيء ترى. القوش حاليا الحمد لله والشكر. لا الحمد لله هسه ماكو شيء، يعني هو يوم عن يوم. شو تقول لهم؟ شو تقول لهم اذا هسه يشوفوك؟ يعني ما اهدي لهم هديهم كل حبي وسلامي لهم، وان شاء الله الله يحفظهم هناك بالعراق، وان شاء الله دائما تكون ايامهم يعني سعيده وكل الاشياء اللي مو زينه تنشال من هناك ويرجع العراق مثل ما كان مثل قبل واحسن بعد. لانه احسن لانه الطغيان راح، وان شاء الله يصير يعني كل شيء يصير ديمقراطيه صحيحه وحياه كلش حلوه وسعيده. شكرا لك. شكرا. احنا نعوفك تشتغل وراح يروح وياك زميلنا المصور شويه اشوف شلون تسوي الشغلات. احنا على ما نقعد ويجينا الاكل هم راح نصوره ترى ان شاء الله. واذا ما طيب راح اقول ما طيب لك. لا ان شاء الله يعجب ان شاء الله. شكرا لك. كابتن هسه احنا تغدينا اكل عراقي. اي نعم. اهم شيء شبعت؟ الحمد لله. الحمد لله. كابتن احنا اكل كان طيب كلش، يعني مطعم امين عراقي واكله طيب ونظيف. بعد احنا في فيرفولد بعدنا، انت مثل ما قلت اكو مناطق عراقيين بس لكن لبعدها احنا اختارينا فيرفولد. صحيح. اكو مناطق منطقة اوبن هم اكثريتها من العراقيين ومنطقة ليفربول. زين تقدر تعطيني تحديدا يعني المناطق اللي يسكنون بها العراقيين؟ بس هاي الثلاث مناطق فيرفولد واوبن و...
اوبن وليفربول وفيرفورد اكثر اكثر الجاليه يعني موجودين متواجدين بهاي الجاليه. احنا ما زلنا هسه بشارع شارع فيرفورد اللي هو مثل ما يقول السوق هذا مو كل شيء به هذا اسمه وير ستريت الشارع يعني الشارع الرئيسي مال مدينه فيرفورد. اي نعم. طيب هسه احنا وين راح نروح هنا بعد ما راح عرفنا من العراقيين اللي مجوهرات بابل هذا هنا مجوهرات بابل. اي نعم هم ندخل عليها من الجاليه العراقيه. هم عراقي هو. اي نعم الاخ. اي نعم. طيب زين هو اعتقد عنده زباين. ايه. عنده زباين هسه من خالف. السلام عليكم. شلونك؟ شلون صحتك؟ ولو احنا عندك زباين انت وشويه راح نعطلهم ونعطلك عادي؟ اهلا وسهلا بكم. شلونك؟ احنا من العراق جايين ويا المنتخب العراقي تعرف بطولة امم اسيا وهاي فالكابتن طارق ويانا اليوم هو مثل الدليل هنا يعني جاي يدلينا فودانا على مناطق العراقيين اللي موجوده بها الجاليه العراقيه. نتعرف اول شيء بحضرتك. اسمي اثير اثير الزهيري من بغداد. من بغداد. اهلا وسهلا. بغداد. اهلا وسهلا. كنت ببغداد. بغداد بكراده. بالكراده. اي صار لك كم سنه؟ صار لي تقريبا 17 سنه. مدحن إيه طبعا الحمد لله كنا نحن لبغداد على والله رحت بال 2002 اي رحت انا بغداد وشفناها وان شاء الله يرجع الامان ونشوف بغداد مره ثانيه ان شاء الله. هنا شنو انت مجوهرات عندك ذهب وفضه؟ اي هنا احنا كنا شغلنا من العراق هذا من الكراده شلون شغل هنا زين؟ الحمد لله بس العراقيين يشترون ذهب جاليات اكو جاليات السودانيه الافغانيه يشترون شلون اسعاركم هنا زين؟ واحد اذا يقدر ياخذ له هديه صعد هسه الذهب رجع ايابه لا صعد ودي صعد هذا ذهب احنا نجيبه من الامارات هذا كله شغل اي شغل الامارات احنا نجيبه من الامارات يعني تروح متقصد اي والدي اخويا احنا نروح للامارات نجيبه اي هنا أنا بعد مثل ما شاهدنا شنو ايش راح تسوي على المنتخب محضرين نفسكم والله محضرين وان شاء الله حتى راح اعزل المحل ثلاث ايام على مود المنتخب راح اروح لكوينزلاند على مود المنتخب ثلاث ايام راح اعزل المحل على مود المنتخب تكتب قطعه ثانيه ثلاث ايام مود ثلاث ايام اعزل على مود المنتخب راح اروح بالطياره ساعه ونص ساعه وربع على مود المنتخب ان شاء الله احنا عطلناك عن شغلك والجو حار شوي همين اليوم اي ونتشرف بكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتمنى لك موفقيه واشتغل ويا الزباين وياك الله يخليك شكرا كابتن احنا كنا هم الولد اثير ومجوهرات اوكي طيب احنا ننتقل من هنا او اكو شارع من هنا هذا نطلع منه على قلت لي اكو كباب هنا السلام عليكم شلونك شلون صحتك نتعرف فيك الاسم الاعواني التقي بي قبل كل شيء طبعا ناس اسمك شايف بالبرامج الرياضيه شايفك اهلا وسهلا داود اسحاق استاذ داود شلونك شلون صح الحمد لله بكم باستراليا طبعا شرفتونا الله يخليك نتمنى المنتخب الوطني ان شاء الله مشاركه مشرفه ان شاء الله يعكس مستوى مميز حقيقي يعكس مدى مكانه الكره العراقيه طبعا صحيح بطوله 2007 مضى عليها زمن طويل ما نتمنى انه احنا نبقى نتعكز على امجاد الماضي بس هي يبقى الفريق العراقي انه احد ابطال هذه البطوله فرسان هاي البطوله ان شاء الله يحقق مستوى مميز يعكس جاهزيه الفريق العراقي طبعا الكل يعرف انه المنتخب تعرض الى تغييرات كثيره الكادر التدريبي اخفاقات بالفتره الماضيه كل اللي نتمناه انه هذه يكون حافز حقيقي لهم انه يقدمون ويكون دافع ان شاء الله نقول انه التغييرات هذه تكون ايجابيه ما تكون سلبيه مع احترامنا طبعا لكل الكوادر السابقه اللي شرفت على المنتخب الوطني احنا معاهم طبعا وانا جيت هسه صراحه انه تحضيرات انه نسافر لكوينزلاند ان شاء الله انا هسه انا اريد اسالك هسه انت صار لك كم سنه هنا؟ انا تقريبا تسع سنوات اخر زياره لك للعراق شو يعني رحت خلال هاي التسع سنوات؟ لا والله انا يعني غادرت العراق في وين كنت ساكن؟ في بغداد نفس بغداد في عام 2003 بعد الاحداث اللي تعرض لها القطر طبعا غادرت العراق وما صارت فرصه انه ارجع لليوم طيب يعني اليوم احنا جاي نشوف هنا فيرفولد كلها عراقيين وكابتن طارق اليوم ويانا وهو يعني اليوم حتى كنا اكل عراقي اليوم كل شيء اكو هنا يعني حتى تفاجئ اكو بطنج كل شيء اكو يا معود كل شيء اكو الشورجه كلها هنا انت ايش تشتغل حضرتك هنا؟ انا هم صياغه يعني في مجال عمل الصياغه هنا الكازن ماتي ابن خالي يعني اثير هنا زين انتوا هنا حضرني قال راح اعزل المحل انا 3 ايام يعني هيك انا صراحه ليش جيت عليه لانه انا راح اكون قبله راح اوصل كوينزلاند قبله بيومين فجاي تحضروا منها سوين تسكنون بالضبط لا احنا بالنسبه لنا كحجوزات كملنا كل شيء يعني حاجزين السكن وهي بس يبقى الاتفاق ان احنا ان شاء الله راح نلتقي بيوم المباراه يعني صحيح بالمباراه الاولى والثانيه ان شاء الله زين انا هسه اريد اسالك هنا شلون تشوف الاجواء هنا كلها عراقيين ما تحس بغربه اكو عراقيين هواي هنا موجودين
والله بصراحه طبعا يعرف طارق، طارق يعني قديم هنا، قبلنا باستراليا احنا يعني يقول لك معمر هو 20 سنه 20 سنه طبعا بس انا من وصلت يعني عام 2006 العدد شويه كان قليل صراحه بالبدايه، حسينا بنوع من الغربه باستثناء منطقة فيرفولد اللي ساكنين بها ومنطقة ليفربول عندنا، طبعا هم يسكنون الكثير من ابناء الجالية العراقية، فبالبداية كان شوي يعني صعب علينا، بس هذه السنوات الأخيرة هسه انه عدد كبير وصل من ابناء الجالية العراقية طبعا، ومثل ما تشوف انت تفضلت الأجواء، المطاعم، المحلات، يعني ما شاء الله وين اروح هذا يحكي عراقي يعني وعربي من هنا، يعني لا لا حسينا بغربة ومو بس من ناحية كل الامور يعني محلات الشغلات الاخرى كلهم عراقيين. لا بالتاكيد يعني مو بس هذا، اضافه الى هم انه الاهل اقرباء هنا يعني الحمد لله يعني عوائلنا هنا هواي متواجدين في استراليا. انا طبعا سعيد بلقائك، تفاجئت بوجودك هنا. الله يخليك. وطبعا تسمح لي بس نقطه صغيره اقدم تحيه لكل اعضاء منتدى الكره العراقيه اللي انا واحد من عندهم ضياء السبتي. واتمنى انه يكونون هم طبعا دائما دافع للمنتخب الوطني العراقي ويستمرون بهذا ويبتعدون شويه عن المواضيع اللي النقاط السلبيه الكذا خلي يتركوها للكادر الفني للاشخاص المسؤولين على الكره العراقيه والمعنيين. احنا هسه بعد خلاص نبدا مرحله التشجيع يعني، والتحيه لكم احنا كلنا حتى انا كصحفي كاعلاميين كلهم كزملائي البقيه نحضر المباراه احنا كمشجعين للمنتخب العراقي. هو فعلا احنا يعني من تبدا المباراه نتجرد من كل الالقاب نكون فقط انه احنا حاليا هم حاليا هسه بحاجه للتشجيع ان شاء الله يعني خلي التقييم والارشادات لاصحاب الاختصاص قناه وار السباقه. احنا وصلنا اول قناه وصلت الى هاي انطيك معلومه همينه حبيبي. اول قناه احنا وصلنا الى استراليا، اول قناه عراقيه وحتى اول قناه عربيه وصلت يعني من لتغطيه هذه البطوله والحمد لله والشكر. راح تشوفون ان شاء الله تغطيات مميزه ان شاء الله مشاهدي. وحبيبي سعيد بمعرفتك طبعا اكيد الله يخليك ان شاء الله. الله يسلمك كابتن. هسه احنا نتمشى هنا شويه من اكو قازينو هنا عراقيين بعد ايش قلت لي هنا بهذا الشارع اكو احنا غير شارع طبعا احنا الرئيسي طبينا غير فرعي هذا هذا الشارع هذا هنا متواجدين هم مطعم سان شاي وعندك مطعم ابو علي همين مشهور بالكباب مالته كباب العراقي وهنا عندك هم الحلاقين همين هم هنا موجودين هنا عراقيين الشباب السلام عليكم الشباب العراقيين شكرا هذا هنا عندك خلنا نلتقي بالجماعة هنا وبعدين نرجع لكم. السلام عليكم، شلونك؟ شلون صحتك؟ منين حضرتك؟ من أمريكا جاياني. ها من أمريكا، زيارة جاي لأستراليا؟ إي زيارة. زين جاي على مهم بطولة تروح تشوف المنتخب لو؟ إي هو أنا ريت أشوفه أمينة وهم أشوف أهلي يعني صار لي 12 سنة ما شايف أختي وهم صار لي 6 سنين ما شايف خالي فكلها تجمعت سوية. كلها تجمعت زين طيب أنت صار لك إيش قد طلعت من العراق؟ حيل هواي اي من انا يعني صار لي كان عمري لا كان عمري كان ب 2003 هيك 2002 كان عمري 10 سنين تقريبا هاي اخر مره تروح البرسبن تشوف المنتخب ان شاء الله ان شاء الله تشجع المنتخب العراقي طبعا هذا دمنا وروحنا وهذول يهن هي هم هذول يسوون لنا فرحه ان شاء الله. شكرا لك. شكرا حبيبي. تسلم لي اخوي. حلو. السلام عليكم. شلونكم عيني؟ شلون صحتك؟ شلونك بعد؟ خلينا نتعرف بحضرتك. حبيبي رزين الحمد. منين؟ رزين. أنت من العراق مو؟ من العراق من بغداد. من بغداد. نعم. ايش قد هنا؟ صار لي 7 سنين حوالي. 7 سنين. اي نعم. شو راح تحضرون؟ شو محضرين المنتخب؟ مو والله محضرين كل شيء، منتظرين حتى تصير لعبات، ومنتظرين هذا اليوم اللي يجي علينا يعني منتظرين فرحة شوية، خلينا نشوف فرحة الشعب إلنا والشعب العراقي كلنا ونرجع على أيامنا الحلوة القديمة إن شاء الله. yeah. شكرا شكرا حبيبي خلينا نعوفك تكمل شغلك حبيبي ثانك يو. الأخ جاي زين همينة نتعرف على حضرتك. سلوان. سلوان. سلوان منين أنت؟ من بغداد. أنا من كركوك. من كركوك. أهلا وسهلا. الله يخليك. أهلا وسهلا. 8 سنين. 8 سنين؟ إي نعم. الحمد لله. وش يعني شو محضرين المنتخب؟ والله الاعلام والكاسكيتات كلها حاضره ان شاء الله ان شاء الله محضر لعبة زين واحد الكل فرد اكثر اه قولوا يعني راح تحرقون الملعب اذا تخابر تربل زيرو تجيك الاطفاء طيب ان شاء الله احنا حبيبي ونتمنى لكم اهلا وسهلا تاج شلونك؟ هلا بيك. تعرف بيك؟ ارسين يوسف. ارسين منين ارسين انت؟ انا من شو اسمه بغداد. بغداد صار لك كم سنة؟ صار 7 سنين هنا. 7 حلو. 6 سنين ونص 7. هذا المحل لك انت مو؟ اي. طيب شلون نشوف هنا الاجواء عراقية يعني كلها محلات وكافتريات؟ هنا هنا كلهم اكثر محلات عراقية، اكثر من الاجانب صايرين هنا، يعني هي خاصة هاي المنطقة اللي نعيش فيها احنا. اي. المحلات عراقية وكل شيء اغلب زبائنك عراقيين.
اغلبهم عراقيين يعني تقريبا 80% عراقيين شيء 90% كلهم عراقيين اي عراقيين قليل يجون اجانب لان هي المنطقه تقريبا كلها عراقيين اي انا اريد اسالك شغله احنا اليوم يعني جالسين اكو تحضيرات انه للمنتخب المباراه اي هوايه هوايه راح تروح اكيد هم راح تعزل المحل يعني هو التقي بي يقول راح اعزل المحل هو لا شو تسوي يعني نعزل اليوم واحد مو نروح يعني خلينا لازم نسوي تشجيع اي لازم نسوي تشجيع طبعا هو انا من ذا بطايق موجوده يعني مخليين بطايق ايش سعر البضاعه خلينا نشوف المباراه بعد ما جاء بس وصلت شو اسمه بس قال لي خبروني قال لي راح نجي لك بطاقه اي واحد ايش سعر البضاعه تقريبا البطاقه اللي يبيعوها هم بده يبيعوها ب 30 دولار يقعدون على مكان ما ادري وين يعني يكون يعني اي هي شيء اي واكو ب 15 دولار الولد قال لي اجيب لك اياهم للجاليه مالتنا كنا جايين جدد مي يعني ما يقدرون يدفعون قال لي بيعها ارخص يعني قال لك منو هذا ولد اسمه نرساي هذا شنو هو متعهد لو لا مو متعهد بس هو ما اعرف من اي هيك اي هيك اي اذا مشاهدي مبادره جميله من احد العراقيين مو اللي موجود هنا قال لي ما عنده مبلغ من المال انه اي هو قال اي يدفع رخي 30 ام 30 يدفعها ب 15 وام ال 15 يدفعها يعني ارخص زين طيب عندك احد الاخوه هناك خات الورا الباب وما اعرف تعال ريمون امنه اي راح يجوا اي المهم شكرا لك نتركك انه تشتغل انت شكرا حبيبي واي فرصه سعيده من شفناكم حبيبي مع السلامه حبيبي شكرا كابتن هسه احنا وصلنا للمطعم منو هذا هم انا موجود تفضل على اليمين اي كلش طيب كابتن هنا السلام عليكم شلونك عين ابو شلون صحه شلون الاحوال احنا قناه وار الرياضيه يا اهلا من العراق جينا يا اهلا وسهلا مرحبا جايين هنا تغطيه بطوله امم بين اهلكم وناسكم يا حياكم الله واهلا وسهلا مرحبا الله يخليك شويه ازدحام اليوم ما شاء الله اي انا يوميا هالشكل هاي متعودين عليها الحمد لله والشكر سنه هنا انا صار لي تقريبا 14 15 سنه هنا أنا. اخر زياره لك للعراق استوني جيت صار لي 5 ايام ما شاء الله اي صار كل مكان رحت لبغداد نجف كربلاء سامره رحنا الناصريه للبصره للسماوه للكوت كلها رحت وللحله هم رحت حلو والحمد لله الامان موجود بس بالمناطق شويه الساخنه ان شاء الله الله يفرج علي اخوتنا موجودين هناك والله يعم الامن والامان لهم ان شاء الله ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله انت اشوف ايش راح تحضر المنتخب المباريات والله انا كل احنا للمنتخب ما طوله باسم العراق فاحنا كل احنا للعراق واحنا بس اجسادنا هنا وارواحنا بالعراق فان شاء الله احنا عندنا رجاء من الاخوه اللي بالمنتخب كلهم انه يقدمون فد شيء للعراق ويفرحون العراق لانه العراق محتاج فرحه لهم رغم جراحهم وان شاء الله نتمنى من عندهم النتيجه المرجوه ونتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله موفقين انا اكو شغله الديكور مالك انه كستايل عربي كستايل عراقي انا جاي اشاهد الان يعني انا عندي ثلاث مطاعم وبعض الاخوه يعرفون كل مطاعم اللي اسويها على الطراز العراقي يعني انا السليغه مالتي هذه احبها وهذا كله اشتغلته بايدي فهذا كله يعني من شغل ايدينا وانا عندي فد نظر بهذا الشيء واحب التراث العراقي ويبقى بدمي التراث العراقي فيرفولد ما حسينا احنا بالغربه بصراحه والله هم اهلكم كلهم اهلكم احنا خليك صحنا بغداد المصغره اي يعني احنا صحنا بغداد المصغره يعني هذه قلت لي يقول اكثرهم اهلنا واخوتنا من رخصتك بقى راح نجي بعض اللقاءات مع الاخوه ماشي تفضلوا هنا يحبون من الجماعه هنا تفضل يمهم خليت اعرف عليهم شويه اذا السلام عليكم شلون صحتكم احنا قناه وار الرياضيه من العراق جايين ويا المنتخب انتم من هنا مقيمين نعم صار لكم كم سنه هنا والله مشكل انا بالنسبه لي صار لي 3 سنوات والبقيه الحجيه صار لها 8 سنوات حجيه انا وسهلا هنا 6 سنوات هنا انا جاي احنا اول ما وصلنا الى فيرفولد ما حسينا بالغرب يعني العراقيين نعم. موجودين هنا نعم صحيح ايه ما غرب طيب شو محضرين المنتخب اليوم يعني المنتخب راح يلعب برسبين وهذا مثل العراق يعني طبعا انا كيف انه طبعا نشجعه وان شاء الله الفوز لنا طبعا ايه تبي توصل سلامك كل شخص وصلنا يعني الاول المنتخب العراقي طبعا جاله والجميع سلام للجميع الاهل العراقيين هنا موجودين بالعراق ان شاء الله شكرا لك شكرا لكم وبالعافيه عليكم شكرا السلام عليكم شلون صحتكم؟ شلون صحتكم عراقيين مو؟ طيب يعني جايين تاكلين
ليه شلون تقريبا يعني فهمني انا وانت تقول عراقيين تقريبا مجاي اشوفكم تاكلون كباب يعني بس العراق ياكل كباب هو ليه هسه ما اكل قدام ما كل احد لا بس علي هلا مجاي اليوم ولا لك الموجه على النار على النار زين انت منين حضرتك من بغداد من الموصل الحبيب من الموصل يا رب ان شاء الله تخرج على العراق ترجع الموصل إلنا ان شاء الله ان شاء الله يرجع على العراق كله قريبا ان شاء الله ترجع ان شاء الله الله يسمع منك كم سنه هنا خمس سنين خمسه وصلنا الفيرفولد ما حسينا بغربه في شيء كلها عراق صحيح هي منطقه مال العراقيين يعني يصيحوها بالتاوين ان استراليا انت خامس اسم تقول لي واحد يقول لي باب الشرج واحد يقول لي بغداد جديد واحد يقول لي الدوره واحد كل واحد حسب شوف المنطقه اللي صحيح طيب تدري المنتخب هنا موجود ولا لا نعم رحتوا اللعبات مالته لو بعد هو لعبه واحده لعب لا والله ما راح مباريات البقيه البرزبن تروحون لا والله ما اعرف يعني حسب ظروفي يعني ما اقول اي او لا ما اعرف يعني انتوا اغلبكم شغل عندكم نعم نتمنى لكم غدا الله يخليك هو باعتبار يعني يقول عصرونية عصرونية الله يخليك وان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي بكل لعباته ان شاء الله شكرا لك شكرا مع السلامه نلتقي اذا المشاهدين بعد بعائله عراقيه موجودين هنا السلام عليكم مرحبا منين انت من العراق من وين بالعراق اعرف من العراق يعني عراقيه من الموصل من الموصل منين باطنايا شينا قال شينا قيا دخي الحمد لله سبايد الحمد لله صار لك كم سنة هنا؟ سبع سنين سبعة ما تحنين البطنة؟ بلى كثير الموصل ايه بلى العراق للدواسة لا الدواسة لا ما تروحين؟ بلى يا رايحة بلى رايحة المجموعة للجامعة بلى رايحة البطنة شلون؟ رايحة البطنة بعد ان شاء الله ترجع ان شاء الله زين انتوا هنا صار لك كم سنة قلتي؟ سبع سنين سبعة ما رحت بعد العراق لا لا ما رحت لا ما تريدين ترجعين شوي هيك ولو زياره بلا زياده اشوف امي واخواني بالعراق زين انت شو محضرين المنتخب تشجعين المنتخب العراقي اي ليش اشجع تروحين المباريات ها تروحون لا لا اي نروح ليش ما نروح ان شاء الله زين احنا نترككم حتى تتغدون لو تعشون لا نتغدى تفضل ويانا لا لا احمد الله اذا خلي التقي بعد بجماعه هنا زين مرحبا منين من العراق يس بنت اه اوكي تقريبا سبع سنين زين راح تروحون للمنتخب يا اكيد هذا العراق اكيد يا ان شاء الله اترككم انا حتى تتعشون وصل الاكل وصل. لا لا شكرا شكرا مرحبا شلونك شلون صحتك شلونك بعد الله يخليك انت صار لك كم سنه هنا سنتين تقريبا سنتين انت من العراق مو؟ انا من العراق من محافظه الموصل قضاه الكيف قريه الاسقف الله اهلا وسهلا بك تحن ترجع والله اذا الوضع يصير زين احنا كلنا للعراق بعد غير العراق زين انا احنا قرات رياضيه هسه خلينا نحكي لك شويه رياضه انت يا فريق تشجع بالدوري العراقي بالدوري العراقي الزوراء طبعا والله العظيم عرفت يشجع الزوراء زين المنتخب هسه موجود هنا تعرف اي اعرف لعبه ويا ايران و تروح البرزبن لو هم شغل وملتين شويه والله برزبن شويه بعيده وما نقدر مشكلة في العائله ما انا اغلب العراقيين هسه سالوني قالوا ليش ما يلعبون هنا يعني بسيدني انا قريبه كل العراقيين في فيرفولد موجودين بليفربول هنا قريبين والله لو هنا اللعبه مو بس نروح ننام بالملعب همين الله حلو حلو شعور جميل احنا نتمنى المنتخب العراقي ان شاء الله يقدم نتائج كلش حلوه ان شاء الله ياخذ كاس اسيا بوجودكم ويرفع راسنا ويرفع راس العراق بوجودكم وان شاء الله ترجع الموصل عن قريب شكرا لكم شكرا اذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين هنا العائله موجودين ولا مرحبا اهلا وسهلا اسمك ديفيد نوين انت منين من بغداد بغداد اي وين كنت بغداد بالبيع زين الاكل هذا سجايب تكه دجاج وتكه لحم نفس البغداد اي صراحه اي يا هلا طيب هنا لو هنا نفس الشيء ما دام عراقي هسه ما له علاقه بالمطعم هو عراقي مطعم عراقي كله نفس الشيء ما حد حتى الجمهور ما يعرف اكيد بغداد اطيب شوف سمعت ابو علي يقول بغداد اطيب زين يا رات خلي يرجعون لبغداد زين صار لك هنا كم سنه؟ سنه ونص متحن البغداد؟ بلي اصدقاء اي صح زين
ايش راح تسوي؟ ايش محضر على مال المنتخب؟ والله انا راح لعبه مال المنتخب بكوينزلاند وان شاء الله نتمنى الفوز للمنتخب العراقي ان شاء الله. يعني محضر من هسه قاطع التيكتات والطياره؟ اي كل شيء جاهز ان شاء الله. نتمنى لك موفقيه وبالعافيه عليكم ان شاء الله. شكرا لكم ومع السلامه. اذا كابتن طارق احنا خلينا ننهي حلقتنا بهذا المطعم الجميل. كلمه اخيره تحب توجهها لكل اللي يشاهدوك الان من خلال قناه وار الرياضيه وقناه وار سبورت؟ شو تقول لهم؟ طبعا احنا نشكر قناه وار على هذا اللقاء الجميل مع الجاليه، وهاي انه تلتقون بالجاليه العراقيه هنا بالمغتربين كلهم. قناه سبقتنا جو؟ لا ماكو ولا قناه ما عدا القناه العراقيه الصراحه، هي دائما هم ازرتنا هم ويانا يعني بهاي الشغلات. القناة الوحيدة هي اللي بتابع القناة الجالية هي العراقية الوحيد، وهي أسهل قناة وار هم جتني ويانا يعني من طيب الجالية. تحب توصل شيء، رسالة، سلام لشخص معين من خلالنا؟ طبعا أشكركم المنتخل. أشكركم مثل ما قلت لك، أشكر قناة وار وأشكرك بالذات أنت لأنه على الاستقبال الحلو اللي استقبلتنا إياه، وشكرا جزيلا. ان شاء الله مزيد من التألق لكم ان شاء الله يا رب. واجبنا هذا وواجب كل عراقي على العراق انه هذا واجبنا وهذا. اذا مشاهدينا طبعا وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج من قلب اسيا. كانت اليوم الحلقه مخصصه عن الجاليه العراقيه، وتحديدا اختارينا منطقه فيرفولت لان هي ما اقول لك اكو مناطق مثل ما قال الكابتن طارق ليفربول واوبن، اكو مناطق وموجودة بها جالية عراقية كثيرة، لكن لبعد المسافة بين منطقة ومنطقة اختارينا فيرفولت احنا لوجود جميع مكونات الشعب العراقي في هذه المدينة. اذا مشاهدينا وصلنا الى نهاية الحلقة، اتمنى ان شاء الله ان قضيتوا وقت ممتع جدا، والكل اللي طلعوا ويانا وظهروا ويانا طبعا سلامهم لاهلهم يحنون للعراق يوم من الايام انه يرجعون ان شاء الله تخلص البطولة وراجعين مع منتخبنا بكأس آسيا. ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج من قلب آسيا، إلى اللقاء. شكرا كابتن.